وتفقد الطير فقال ما لي لا Oh,
إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ فيما أحكم وقلت وقولك الحق. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا خاشعين إلى آيات الله البينات، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود المتولي، قارئ بجمهورية مصر العربية ومقيم بمين محمود مركز المنصورة، مخازن الفراشة الكبرى أولاد حامد المرسي بكفرة الله مركز ومدينة المنصورة.